Bonjour, معاكم مدام نورة جادو. النهاردة هنشرح لسون اف يونيتي 4 بارلي ديز اكتيفيتي كوتيديان. يلا بينا طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي نتعلم حاجة جديدة في الفرنسي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تقدروا تتابعوا كل الفيديوهات. يلا بينا. زي ما احنا متعودين لازم نعرف ايه هي الاوبجكتيف بتاع اللسون، يعني الحاجات اللي هنتعلمها من الدرس. تعالوا نقرا كده مع بعض. عندي اول حاجه انومي لي بيس دو لا ميزون، ان انا اذكر او ان انا اعرف اسماء اجزاء المنزل. تاني حاجه ابارلي دي تاش ميناجير، يعني اتكلم عن المهام المنزليه اللي بعملها. وبعد كده في درس هنا جرامر مهم جدا اللي هو لي فيرب برونومينو، الافعال الضميريه. وفي هنا ابارلي دي زكتيفيتي كوتيديان، يعني الحديث عن الأنشطة اليومية. وآخر حاجة الانتروغاسيون اللي هي الاستفهام، هنتعلم إيه؟ هنتعلم كاسكو اللي هي ماذا، كون يعني متى، أكالور يعني في أي ساعة، كال يعني أي، كومبيان دو الكم للعدد. يلا بينا نبدأ زي ما احنا متعودين بإيه؟ أيوة الفوكابولير. أول حاجة طبعا هنقراها زي ما احنا متعودين برضو، لينو ماسكولا، الأسماء المذكرة اللي بيسبقها أداة النكرة أن أو أداة المعرفة لو. الدي دي أداة من أدوات النكرة لاسم الجمع. طيب ما هي اسم الجمع بنوعيه، يبقى تعرفوا طالما محطوطة هنا تحت النو ماسكولا الكلمة دي يبقى المفرد بتاعها اسم مذكر. يلا بينا نقرا مع بعض. أول حاجة عندي أن إتاج يعني طابق، لو ميناج ترتيب المنزل، أن أبارتمون يعني الشقة، ان لوجمون المسكن او الاقامه، ان بالكون اللي هي البلكونه، ان بالي اللي هي المكنسه او المقشه، ان اسبيراتور يعني المكنسه الكهربائيه، لو بوا الخشب، ان روبا الوجبه، لو بيتي ديجني الافطار، لو ديجني الغداء، لو ديني العشاء، لو كوفير اللي هي ادوات المائده، ان فير ا روباسي اللي هي المكوى، دي زيسكالي السلالم. بصوا دي بتتقرا لوحدها كده اسكاليي، بس عشان هنا دي بتبدا بحرف متحرك ودي اخرها اس، فانا بقولها دي زيسكالي مش دي اسكالي. هنا في معلومه مهمه برضو لازم تبقوا عارفينها، ان لو كوفير هي مجموعه ادوات المائده. طب ايه هي بقى مجموعه ادوات المائده؟ السكينه، الشوكه، المعلقه الصغيره، المعلقه الكبيره، بالفرنسي بنسميها الكوتو، الفورشيت والكويير. طيب تعالوا نقرا مع بعض تاني، قولوا معايا: ان ايتاج، لو ميناج، ان ابارتمون، ان logement, un balcon, un balai, un aspirateur, le bois, un repas, le petit déjeuner, le dîner, le couvert, un fer à repasser, واخر حاجه des escaliers. طيب هنقرا مع بعض ايه دلوقتي؟ ايوه les noms féminins, الاسماء المؤنثه التي يسبقها اداه النكره اون او اداه المعرفه لا. طيب ليه دي اداه من ادوات المعرفه اللي بتسبق الاسماء المؤنثه او المذكره الجمع؟ يبقى طالما هنا في les tâches ménagères دي تحت الاسماء المؤنثه يبقى مفرد تاش ميناجير مؤنث. قولوا معايا هنا: اون ميزون يعني المنزل، اون فوا المره، اون بارتي الجزء، اون بيس الجزء او القطعه، اون اكتيفيتي النشاط، اون فينتر الشباك، اون ايبونج الاسفنجه، لا جورني فتره النهار، لي تاش ميناجير المهام المنزليه. قولوا معايا مره ثانيه سريعا: اون ميزون، اون فوا، اون بارتي، اون بيس، اون اكتيفيتي، اون فينتر، اون ايبونج، لا جورني، لي تاش ميناجير. يلا بينا نشوف مع بعض باقي الحاجات. هنا هنعرف مع بعض أجزاء المنزل اللي هي بنقول عليها بالفرنسي لي بيس دو لا ميزون. عندي أول حاجة هنا أن سالون اللي هو الصالون. في على فكرة كلمات كتير جدا إحنا بنقولها في حياتنا الطبيعية هي أصلها فرنسي. أن سالون صالون، أن كولوار الممر، اون شامبر اللي هي غرفة النوم، وساعات بقول عليها اون شامبر اكوشي، اون كويزين المطبخ، اون سال دو بان اللي هو الحمام، اون سال امانجي اللي هي حجرة الطعام، اون انتري المدخل، ان جراج اللي هو الجراج، لي تواليت. خلي بالكو الاف دي معناها ايه؟ ان ده اسم مؤنث. لي تواليت ده الحمامات او دورات المياه. طب ايه الفرق ما بين التواليت وان سال دو بان؟ ان سال دو بان هو الحمام الكبير اللي بيبقى فيه بانيو اللي ممكن ناخد فيه دوش، انما التواليت اللي هو اللي بيبقى الحوض والتواليت فقط.
تعالوا نقول مع بعض تاني كده مرة سريعة: un salon, un couloir, une chambre, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, une entrée, un garage, les toilettes. تعالوا نشوف مع بعض هنا les verbes اللي هي الأفعال. أول فعل عندي هو emménager, يعني يقيم في منزل جديد. déménager, إن أنا بعزل أو إن أنا بشيل أساس وبودي المكان تاني. nettoyer, يعني ينظف. balayer, يعني يكنس. repasser, يكوي. ranger, يعني بيرتب. déjeuner, يعني يتناول الغداء. goûter, يتناول طعام خفيف اللي هي اللي بنسميها كده بالعربي التصبيرة. dîner, اللي هو بيتعشى, يتناول العشاء. donner sur, يطل على, مثلا ان انا اخد غرفة تطل على البحر. une chambre qui donne sur la mer, يبقى دي يطل على. se coucher, يعني ينام. se doucher, ان انا باخد دش. s'habiller, يرتدي ملابسه. se laver, يغتسل. ممكن ان انا ايه laver les mains, ممكن هنا laver laver le visage, ان انا بغسل هنا ايديا, ان انا بغسل وشي. se lever, ينهض او يستيقظ. se brosser, اللي هو بغسل سناني بفرشاة. se déplacer, يتنقل. se préparer, يعني يستعد. se réveiller, يستيقظ. se composer de, يعني يتكون من. dormir, يعني ينام. partir, يعني يرحل. قولوا معايا كده مرة تانية سريعا: emménager, déménager, nettoyer, balayer, repasser, ranger, déjeuner, goûter, dîner, donner sur, se coucher, se doucher, s'habiller, se laver, se lever, se brosser, se déplacer, se préparer, se réveiller, se composer de, dormir, partir. Yalla bina, نشوف اللي بعده. هنا هنعرف ايه؟ ايوه, les adjectifs, les adverbes, les prépositions والاكسبريسيون, الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات. تعالوا نقرا مع بعض. عندي اول حاجه quotidien, اللي هو يومي. طب عايزه اقول على حاجه مؤنثه يوميه, بقولها ايه؟ quotidienne, فبزود ان e. المذكر quotidien, المؤنث quotidienne. propre, يعني حاجه نظيفه. incroyable, حاجه لا تصدق. vieux, اللي هو القديم. طب عايزه اقول حاجه قديمه, بقول vieille. يعني في الأعلى أو الطابق العلوي. en bas, ما بنطقش الأس, دي معناها في الأسفل أو الطابق الأرضي. avant de, يعني قبل أن. se brosser les dents, احنا شوفنا طبعا فعل هنا se brosser مع الأفعال. se brosser بقى les dents, يعني يغسل أسنانه. passer l'aspirateur, يعني أكنس بالمكنسة الكهربائية. laver le sol, يعني أمسح الأرض. sortir les poubelles, أخرج القمامة. faire la cuisine, إن أنا أطبخ أو إن أنا أطهو. faire le lit, برتب فراشي. faire les vitres, بنظف الزجاج. ممكن زجاج مثلا الشبابيك عندي, زجاج مثلا في زجاج ترابيزات, يبقى faire les vitres. faire la vaisselle, إن أنا بغسل اللي هي الأواني اللي موجودة في الحوض. faire la poussière, إن أنا بزيل الأتربة. fait de أو fait de, يعني مصنوع من. في دو لو بتكلم على حاجة مذكر عايز اقول ده مصنوع من كذا. طب لو عايز حاجة مؤنثة اقول عليها مصنوعة من كذا, بقول ايه؟ فات دو, يبقى للشيء المؤنث. متر لا تابل, يعني اعد او اجهز المائدة. اتر كومبوزي دو, يعني مكون من. طب عايز اقول على حاجة مؤنثة مكونة من, فبزود او, وخلي بالكم نفس النوت. كومبوزي كومبوزي. اتر ان روتار, يعني متأخر. avoir faim, يشعر بالجوع. تعالوا بينا نقرا سريعا كده مره تانيه: quotidien, quotidienne. propre, incroyable. vieux, vieille. en haut, en bas. avant de, se brosser les dents. passer l'aspirateur. laver le sol. sortir les poubelles. faire la cuisine. faire le lit. faire les vitres. faire la vaisselle. faire la poussière. fait de, ou fait de. mettre la table. être composé de, être composé de. être en retard. avoir faim. هنا هنتعرف على les pièces de la maison, أجزاء المنزل. إيه les activités؟ ده حاجة مهمة جدا لازم نعرفها, أجزاء المنزل والأنشطة المتعلقة بها. عندي هنا أول حاجة la chambre, اللي هي الغرفة. on se couche, on fait le lit, بننام فيها وبنرتب إيه السرير. la salle à manger, اللي هي غرفة الطعام, بنعمل إيه؟ بنتناول فيها الوجبات أهي. on prend les repas, اللي هي بنتناول فيها الوجبات. on met la table, إن أنا برتب أو بجهز السفرة. le salon,
اكيد اون ريغارد لا تي في اللي هو بتفرج على التلفزيون، وحاجه تانية اون ريسوا لي انفيتي ان احنا بنستقبل فيها ايه ضيوف. لا كويزين المطبخ، اون في لا كويزين ان انا بطبخ او بطهو، اون في لا فيسيل ان انا بغسل الاواني او اللي هي الحلل والاطباق اللي بتبقى في الحوض. لا سال دو بان اون سو دوش يعني بناخد فيها الدوش. طبعا سال دو بان قلنا ده الحمام اللي بيكون فيه البانيو، وده اختلاف عن لي تواليت. التواليت بيبقى صغير ما فيهوش هنا بانيو، فما بقولش عليه سال دو بان، بقول عليه تواليت. السال دو بان بعمل ايه؟ اون سو دوش وان سو براس لي دون ان انا بغسل سناني. لو كولوار اللي هي الطرقه بنستفيد بيها في ايه؟ اون سو ديبلاس دون بيس ا اون اوتر يعني بننتقل من مكان الى اخر يعني داخل المنزل. لو جاراج طبعا الجراج بنعمل فيه ايه؟ الجراج بنركن فيه العربيه، فبقول اون جار لا فواتور يعني بنركن العربيه. دلوقتي لي تاش ميناجير، يعني ايه لي تاش ميناجير؟ يعني المهام او الاعمال المنزليه. يلا قولوا معايا: فير لا فيسيل اللي هي غسيل الاواني، فير لا كويزين اللي هو القيام بالطبخ، فير لو لي اللي هو ترتيب الفراش، فير لي فيتر تنظيف الزجاج، فير لا بوسيير إزالة الأتربة، باسي لاسبيراتور اللي هو التنظيف بالمكنسة الكهربائية، رباسي لي فيتمون كي الملابس اللي هي نكوي الملابس، بالايي لا شومبر اللي هو كنس الحجرة، لافي لو سول مسح الأرضية، رانجي لا شومبر اللي هو ترتيب الحجرة، متر لا تابل اللي هو تجهيز المائدة، سورتير لي بوبيل اللي هو إخراج القمامة. تعالوا بينا نشوف اللي بعده. هنتعلم هنا كومون بارلي دي زاكتيفيتي كوتيديان، يعني ازاي نتكلم عن الانشطه اليوميه اللي بنعملها. عند الحديث عن النشاط اليومي يفضل ان احنا نذكر الساعه او الوقت اللي بنمارس فيه هذا النشاط. تعالوا نشوف مع بعض الاكزامبلات. عندي هنا جو مي ليف ا 7 اور دو ماتان اللي هو بستيقظ الساعه 7 صباحا، جو مي دوش ا 7 اور كار. هنا جو مي دوش يعني ان انا باخد شاور الساعه كام؟ الساعه 7:15 7 اور كار، وممكن اقولها 7 اور 15 مينوت. جو مابي ا 7 اور دمي يعني ان انا بلبس الساعه كام؟ السابعة والنصف. 7 اور دمي ممكن اقولها 7 اور 30. جو برون مون بيتي دجني ا 8 اور موا لو كار يعني انا بتناول وجبة الافطار الساعة الثامنة الا ربع. جو مي بروس لي دون ا 7 اور 55 يعني ان انا بغسل اسناني الساعة 7:55 دقيقة، وممكن اقولها برضو بطريقة تانية 8 اور موان 5 يعني الثامنة الا 5 دقائق. Je prends le bus à 8 heures, yani nana barkab el bus sa kem assemina à 8 heures. Je déjeune à midi, يعني بتناول وجبة الغداء الساعة ايه؟ الساعة 12 ظهرا. خلي بالكم midi بتعني 12 الظهر، minuit بتعني 12 بالليل. Je rentre à la maison à 15 heures, يعني ان انا برجع للبيت الساعة كام؟ 15. طب ايه 15 دي؟ عادي اعملوا 15 شيلوا منها 12 هيبقى الساعة ايه؟ الثالثة. Je goûte à 17 heures, يعني انا باخد وجبة خفيفة الساعة 17. ايه 17؟ 17 نشيل منها 12 يتبقى لنا ايه؟ 5، يبقى الساعة الخامسة. Je fais les devoirs à 18 heures يعني ان انا بقوم بعمل واجباتي 18. ايه 18 دي؟ 18 ناقص 12 يبقى الساعة السادسة. Je dîne à 20 heures يعني ان انا بتناول وجبة العشاء الساعة الثامنة. 20 ناقص 12 يبقى 8 يبقى الساعة الثامنة، ودي ايه؟ بتبقى مساء. Je me couche à 22 heures يعني ان انا بنام 22 heures هنعملها دوس يبقى هتديني ديس يبقى الساعة العاشرة. تعالوا بينا نحل بقى اكزرسيس عشان نتأكد ان احنا فهمنا الجزء ده كويس جدا. حضروا ورقة وقلم ويلا حلوا معايا. شوازي لا بون ريبونس، اول واحده بيقول لي دون لا سال ا مانجي، بنعمل ايه في السال ا مانجي اللي هي صاله الطعام او قاعه الطعام؟ طبعا اكيد بناكل. هنا اهي عندي اول واحده تنفع اللي هي جو برون لو ديجني دون لا سال ا مانجي. دون لو سالون اون في الصالون بنعمل ايه؟ ايوه بنتفرج على التلفزيون وبنستقبل الضيوف. طيب فين نتفرج على التلفزيون؟ ما فيش، بس انا عندي هنا ايه؟ اون ريسوا لي انفيتي اهي بنستقبل الضيوف. اللي بعده عندي اون دون لا سال دو بان، قلنا السال دو بان اللي هو
الحمام اللي فيه بانيو، فبالتالي انا بقدر اعمل فيه ايه؟ ايوه باخد فيه شاور. يبقى اون عندي سو دوش، يعني اخد شاور. جو فو مي بروسي لي دون، يعني ان انا بغسل اسناني. جو في يبقى بروح فين؟ اكيد طبعا الحمام اللي هو ايه؟ على سال دو بان. اون سو لاف لي مان دون، يعني احنا بنغسل ايدينا فين؟ يا هيقول لي يا تواليت يا اما سال دو بان. لقيت هنا واحده فيهم، ايوه اهي دون لا سال دو بان. ما سور في سون لي، يعني اختي بترتب سريرها. الي دون هي فين؟ اكيد طبعا في الحجره اللي هي لا شومبر. ما مير بريبار لو دجني، الي دون يعني والدتي بتحضر وجبه الغداء، يبقى هي هتكون فين؟ اكيد طبعا دون لا كويزين، المطبخ. تعالوا نشوف اللي بعده. عندي هنا سيلين مي لا تابل، الي دون مي لا تابل، قلنا بتحضر الترابيزه، يبقى اكيد ايه؟ دون لا سالا مانجي، في قاعه الطعام. اون جو ا دي جو فيديو، يعني بنلعب ايه؟ فيديو جيمز. يبقى احنا فين؟ دون لا سال دو بان، في الحمام. دون لا كويزين، في المطبخ. دون لو كولوار، في الطرقه. لا طبعا اكيد ايه؟ دون لو سالون. اون مي لا فواتور دون، بنحط العربيات فين؟ اكيد طبعا دون لو غاراج. اون سو كوش دون، بننام فين؟ دون لا شامبر، في الحجره. اون في لا فيسيل، اللي هو ايه الفيسيل؟ اللي هو غسيل الاواني، يبقى اكيد احنا موجودين فين؟ ايوه دون لا كويزين. نو بيرمي دالي دون بيس ا اون اوتر، ايه المكان اللي بيخليني اعرف اتنقل من حجره الى اخرى او من مكان الى اخر داخل المنزل؟ ايوه الطرقه. لو كولوار نو بيرمي دالي دون بيس ا اون اوتر. اون برون لي روبا دون، يعني بنتناول الوجبات فين؟ اكيد طبعا في قاعه الطعام. دون لا سالا مانجي، طبعا في منكم ممكن يقول لي طب احنا بنتناولها في المطبخ، بس هو هنا في الكتاب بتاعنا والبروجرام بتاعنا بيقول لي خليها دون لا سال ا مونجي. اون ريغارد لا تي في، اللي هو لا تيليفزيون دون، بنتفرج على التلفزيون فين؟ اكيد طبعا دون لو سالون. وبكده يكون خلص درسنا النهارده، اتمنى يا رب يكون سهل وبسيط. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تقدروا تتابعوا كل الفيديوهات. اوغفوار.